زال الوقت مبكرا للحديث حول من ترشحون للتأهل؟ ما زال الوقت مبكرا للحديث لأنه كل منتخب خاض مقابلة واحدة فقط، باقي اثنين مقابلات كل شيء فيها جائز. لكن إلى حد الآن شفنا المنتخبات التي كانت مؤهلة على الورق للفوز انتصرت وبنتائج خلينا نقول عريضة، يعني على غير المنتخب المغربي أو الجزائري بأربعة والمنتخب التونسي خماسية بدرجة أقل مصر، يعني نتيجة لم ترضي الكثير من الأحباء المصريين. أما المنتخب القطري نفس الشيء، اصطدم بمنتخب بحريني عنيد كان يعني واقف كما ينبغي على أرضية الميدان. ففي المجمل أشاطر الكابتن خلف الرأي، يعني منتخبات شمال أفريقيا إضافة إلى قطر، المنتخب السعودي كنا نأمل أن يكون أحسن يعني على مستوى الأداء والنتيجة، لكن كل شيء جائز في كرة القدم، إمكانية حدوث مفاجآت، فانتظار أرضية الميدان يعني.